السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحين صار لنا أسبوع بالضبط من بدينا تجربة زراعة الفلفل بالشكل الهيدروبونيك، فاللي راح أسويه معاكم إنه راح أرفع النبتة وأتفقد اللي صاير مع الجذور ومنسوب الماي، وراح نشوف إذا نحتاج نزيد الماي. النبتة من ناحية النبتة في نمو جديد، في بعض علامات التزهير بدأت هني، ولكن يعني النمو مب قوي بالشكل اللي تصورته، ولكن هذا طبيعي لأن النبتة مرت في صدمة جدا قوية إن إحنا غسلنا جذورها ونقلناها من تربة إلى هيدروستون أو هيدروتون، ومن بيئة بالتربة إلى بيئة من غير تربة، فراح تأخذ شوي وقت لين تتعافى شوية. خلنا نرفع النبتة ونشوف منسوب الماء وشنو صاير مع الجذور. فمثل ما إحنا شايفين الجذور واصلة إلى الماء، في ما أعرف إذا يبين عندكم في الكاميرا أو لا، في شوي تغير في لون بعض الجذور، ومنسوب الماء نزل جدا، فأحتاج أرفع المنسوب أو منسوب المحلول على أساس شوي يرتفع أكثر. في نمو جذور جديدة، فالرطوبة واصلة إلى هني تقريبا، فشوي راح أرفع منسوب المحلول وراح نتابع إن شاء الله نمو الجذور مرة ثانية. فعندي هني هذه اللي هو المحلول مخلوط، عندي لترين مخلوطين A و B، فاللي راح أسويه إني راح أزيده، هو يفترض أن أقيس نسبة pH المحلول حاليا، ما راح أسوي هاي الشيء حاليا. السبب أني أنا متكاسل في موضوع المحلول قياس نسبة pH المحلول، لأني ما قدرت أحصل المحلول اللي يرفع نسبة الـ pH أو ينزل نسبة الـ pH، فلو قسته ما راح أقدر أسوي شيء إني أعالج الموضوع، لأن المحلول ما كان متوفر وقتها، ولكن بغيت أبتدي المشروع على أساس يكون عندي وقت في الموسم. إذا حصلته إن شاء الله راح أشتريه وراح أبتدي أستعمله. بهذا الشكل تقريبا ضفت لتر واحد من المحلول الى النظام الهيدروبونيك، وراح ارجع الانارة على النبتة. الانارة عندكم شوية مبينة بنفسجية، هي اكثر وردية مما هي بنفسجية، لاني بس مشغل بعض المصابيح العادية عندي في الحجرة او في الغرفة، ولكن الإنارة هي أكثر وردية مما هي بنفسجية. ولكن عموما من ناحية هذه التجربة الحمد لله النبتة ما زالت صامدة، النمو فيها، نمو فيها بدايات تزهير. راح نتابع إن شاء الله هذه التجربة ونشوف، وراح أضيف فيديوهات إن شاء الله ونشوف تطور هذه النبتة وهذه التجربة مع بعض إن شاء الله. فإذا في عندكم أي سؤال أو أي استفسار ممكن تتركونه في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو اللي جاي. في أمان الله.